فلاش سبورت. أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، البداية ببلاغ وزارة الشباب والرياضة اللي أعلنت فيه تأجيل كافة التظاهرات الرياضية في جميع الأصناف بكامل ولايات الجمهورية التونسية في الفترة الممتدة بين 4 إلى 7 أكتوبر الجاري بسبب تنظيم الانتخابات الرئاسية، ويستأنف النشاط الرياضي انطلاقا من يوم الثلاثاء 8 أكتوبر القادم. قبل الحديث على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وبرنامج الجولة الرابعة، الناخب الوطني نذكر فوز البنزرتي يعلن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض زوز مباريات ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025، زوز مواجهات ضد منتخب جزر القمر. غدوة الندوة الصحفية لإعلان قائمة اللاعبين ل 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الفنية الوطنية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر مباراة الجولة الثالثة تتلعب في ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس يوم 11 أكتوبر 8 متاع الليل بتوقيت تونس، ومباراة الجولة الرابعة تتلعب نهار 15 أكتوبر في ملعب فيليكس أوفويت بواني في مدينة أبيجان الإيفوار، كيف 8 متاع الليل بتوقيت تونس. أكيد العينين متاع الإطار الفني تتجه اليوم لمباريات الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونعطيكم البرنامج الكامل للمباريات وتعيينات الحكام. مباراة أولى اليوم تنطلق مدي ساعتين ونصف في ملعب استيمان، مستقبل استيمان يستضيف النجم الرياضي الساحلي مباراة يدير الحكم الصادق السالمي، ومستقبل استيمان يرجع لملعب والملعب البلدي بسليمان بعد ما كان استضاف الترجي في ملعب قربة. ماضي ثلاثة في ملعب الهادي النيفر بباردو، الملعب التونسي يستضيف النادي البنزرتي مباراة دون حضور جمهور ويديرها الحكم فرج عبد اللاوي. في ملعب مجاز الباب الأولمبي الباجي يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران أيضا مباراة دون حضور الجمهور ومباراة يديرها الحكم نعيم حسني. في ملعب بن جنات المنستير الاتحاد المنستيري الاتحاد الرياضي ببنقردان مباراة يديرها الحكم منتصر بالعربي. في ملعب الطيب نمهيري النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف القوافل الرياضية بقفصة مباراة يديرها الحكم خليل الجري. في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يستضيف الترجي الرياضي أيضا دون حضور الجمهور بديس بن صالح لإدارة المباراة. في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين الاتحاد الرياضي بتطاوين مستقبل جابس أمين فقير يدير المباراة. آخر مباراة ضمن الجولة الرابعة مباراة تتلعب الأربعة ونص متاع العشية في ملعب رادس، النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي مباراة يديرها الحكم يسري بعلي. مباراة نجم المتلوي الترجي الرياضي منقولة على الوطنية الأولى، مباراة مستقبل سليمان النجم الساحلي على الوطنية الثانية، ومباراة النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي منقولة على القناة الوطنية الثانية. وطبعا كل المباريات اليوم وتغطية خاصة كلهم منقولين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع مهدي عبيد رياضة وهداف من ماضي ساعتين لثمانية متاع الليل. الترتيب قبل جولة اليوم، صدارة للنادي الإفريقي الترجي الجرجيسي الأولمبي الباجي بالعلامة الكاملة 9 نقاط، المرتبة الرابعة الترجي 7 نقاط، الخامسة شبيبة العمران 6 نقاط، السادسة للاتحاد المنستيري 5 نقاط، السابعة للنادي الرياضي الصفاقسي الملعب التونسي 4 نقاط، المرتبة التاسعة لنجم المتلوي نجم الساحلي اتحاد تطاوين ب 3 نقاط، المرتبة 12 لمستقبل قابس النادي البنزرتي بزوز نقاط، المرتبة 14 لمستقبل سليمان بنقطة واحدة، والمرتبة 15 لثنائي دون فوز إلى حد الآن الاتحاد الرياضي ببنقردان وقوافل قفصة بصفر من النقاط.
من الحديث على الرابطة المحترفة الأولى إلى الحديث على الرابطة الثانية وقبل الانطلاق نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية يعني مقرر استئناف النشاط وبداية الموسم بين 12 أكتوبر القادم. البارح كان الموعد مع جلسة عمل بإشراف وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المرالي، جلسة جمعته برؤساء أندية الرابطة الثانية وممثليهم بحضور رئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم السيد كمال إدير ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة السيد محمد عطلة. الجلسة خصصت للنظر في الإشكاليات التي تواجهها الفرق، أساسا الإشكاليات المادية، محاولة لإيجاد حلول من أجل تجاوز الصعوبات. وزير الشباب والرياضة أكد أنه المنح الخاصة بالموسم الفارط موسم 2023-2024 تم صرفها بقسطين الأول والثاني، وفيما يتعلق بمنحة الموسم الرياضي الحالي الجديد موسم 2024-2025 فإنه باش يتم التسريع في صرف القسط الأول من المنحة قبل تاريخ 31 أكتوبر آخر أجل لانعقاد الجلسات العامة للجمعيات الرياضية شرط استيفائها كل الشروط. ونحكيت على نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثاني، نشاط النوادي مستمر فيما يتعلق بالمباريات الودية. في برنامج اليوم أمل حمام سوسة يواجه الهلال الرياضي الشابي، شبيبة القيروان تواجه وديا النادي القربي، مكارم المهدية وديا تواجه مستقبل الرجيش، وبعث بوحجدة في مواجهة ودية مع الملعب السوسي. من كرة القدم إلى كرة السلة ونتائج مباريات الجولة الثالثة بطولة البرو آ، البارح شبيبة القيروان تنتصر على نجم الرادسي 118-62، انتصار النادي الإفريقي على نادي كرة السلة بالمهدية 99-48، فوز الدالي الرياضية بجرومبيري على شبيبة المنازة 71-66، انتصار اتحاد وهزيمة اتحاد الأنصار أمام النجم الساحلي 67-59، وفوز الاتحاد المنستيري على نجم حلق الويت 71-63. نكمل بكرة القدم الأوروبية ونتائج مباريات البارح شختار الأوكراني انهزم في ميدانه أمام أتلانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة، مدافعنا على إغرام شارك في الفترة الأولى. البارح انتصار فينورد روتردام على جيرونا الإسباني 3-2، انتصار أستون فيلا 1-1 على البايرن، وفوز مثير لليوفي أمام لايبزيغ الألماني 3-2، فوز تاريخي لليلة الفرنسي أمام ريال مدريد الإسباني هدف دون مقابل، فوز ليفربول الإنجليزي على بولونيا الإيطالي 2-1، انتصار بنفيكا البرتغالي انتصار بربعية نظيفة على أتلتيكو مدريد 4-0 دون مقابل، انتصار كلوب بروج البلجيك على شتروم غراتس النمساوي هدف دون مقابل، والتعادل بين دينامو زغرب الكرواتي وموناكو الفرنسي 2-2. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.